بعد الكلمة الروحية الجميلة نبتدي مع حضراتكم أخبارنا النهاردة، ونبتديها بأسعار الذهب. وشعبة الذهب بتقول المعدن الأصفر ملاذ آمن في ظل الأزمات والحروب. طبعا المعدن الأصفر اللي هو الذهب هو طول عمره بالفعل ملاذ آمن، لكن كان هناك علامات استفهام كتيرة جدا على تسعير الذهب في اليومين الماضيين فقط. الذهب يطلع 100 وينزل 100، حاجات غريبة جدا بتحصل، ولما بنسأل بيتقال لنا ان الموضوع له علاقة بالعرض وبالطلب، وانا بقول من موقعي هذا الموضوع ليس له علاقة بالعرض وبالطلب، الموضوع له علاقة بتسعير الذهب بدولار مختلف تماما عن سعر الدولار حتى في السوق الموازي. وبالفعل قل اسعار الذهب بالامس حوالي 100 جنيه، وعيار 18 سجل 2751، عيار 21 سجل 3210، اما عيار 24 سجل 3669، وعن الجنيه الذهب سجل 25640، كل هذا دون مصنعيه. شرفنا يكون معانا دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعه الذهب. دكتور ناجي صباح الفل. صباح النور، ازي حضرتك يا استاذ حق؟ الله يخليك دكتور ناجي. أسعار الذهب واللي شهدت طفرات كبيرة جدا وصلت لأعلى مستوى ليها في التاريخ بالجنيه المصري، يعني إيه الأسباب اللي وصلت الذهب لهذه الأسعار ووصل ل 3300 بعد كده حتى لما قال بقى 3210 في ختام تعاملات الأمس؟ يعني هو حضرتك يا أستاذ حق الموضوع ابتدى من الأسبوع الماضي لما الفدرال الأمريكي ثبت الفايدة واعلن انه سيتم تخفيض الفايده ثلاث مرات في الربع الاول من 2024، فالذهب ارتفع عالميا من 1950 ووصل ل 2137 بارتفاعات اكثر من 100 دولار، وبالتالي تابعوا هنا ارتفاعات في السوق المحلي. كنا 2800 2850 900 3000، وبدا يحصل ضغط شرائي يعني في شراء سبائك وجنيهات في كميات كبيره في وقت قصير جدا. يعني كل الاتجاهات اصبحت واصبح التهافت قوي جدا على شراء الذهب. يا دكتور ناجي، هو حضرتك اول امبارح كانت البورصه العالميه قافله اساسا، يعني الذهب زاد 300، ما انا بقول لحضرتك بس الذهب زاد 300 جنيه في يوم كانت البورصه العالميه فيه اساسا قافله مش شغاله اساسا. ما انا بقول لحضرتك اللي بوضح لك ليه هنا ارتفع في خلال 24 ساعه الارتفاعات القويه دي. ايوه ليه بقى؟ بقول لحضرتك حصل ضغط شرائي يعني قوي جدا جدا، وغير وادى الى اسعار غير منطقيه، وانا الكلام ده قلته امس واول امس، وقلت ان السوق هيبتدي يعمل توازن في الاسعار، وان السعر السير للذهب هو يتعدى 3000 او 2900، وده هيوصل له ومع ورود كميات من المطارات والموانئ المصريه بمبادره الجمارك التي ما زالت تعمل. ودي قبل كده دخلت 2.5 طن وعمل التوازن في سوق الذهب، وقبل كده الذهب جاب 2850 ورجع ل 2100. عشان كده بقول لحضرتك يعني هيرجع ولسه هيكمل تاني تراجع، وممكن نوصل ل 3000 وال 2900 برضه. طب يا دكتور ناجي دلوقتي يا دكتور، يعني هي الاسعار بتزيد زادت بمستويات وتيره متتاليه جدا نتيجه العرض والطلب، وملوش علاقه بان الذهب بيتسعر باسعار دولار مختلفه تماما وزادت في اخر يومين ثلاثه. حضرتك يا استاذ حق فوق ما تتخيل، الطلب كان فوق ما حضرتك تصدقي، احنا يعني لامسين السوق وعارفين الطلب. تمام. يعني عايز اقول لحضرتك طلب قوي جدا في فترة زمنية قصيرة جدا أدى إلى هذا، والدليل إن أول ما هدي الطلب قليلا ولم تتغير شيء. ده أنا هقول لحضرتك حاجة تانية، الذهب عالميا الذهب انخفض امبارح حوالي 100 جنيه وآخذ في الانخفاض أكثر. الذهب على امبارح كان في الوية ب 2067، الوية وصلت 2085، يبقى اذا ده تفخيم اللي بيحصل للسوق المحلي. باذن الله هتستقر الاسعار
في خضون الايام القادمه مع ورود كميات من المواني والبصرات المصريه وهيرجع تاني لل 2900. تمام، بشكرك جدا دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، بشكر حضرتك جدا دايما على مداخلاتك القيمة معانا عن أسعار الذهب. ومن أسعار الذهب لأسعار السمك، وكلها حاجات بنشتريها. أسعار السمك طبعا كل سنة وانتم طيبين، يعني اليومين دول هما يومين السمك برضو، لكن الخبر بيقول في انخفاضات في أسعار السمك كنت أقول عيار صدقوني، كيلو سمك البلطي من 56 ل 60 جنيه، الصبيت من 180 ل 300، أما أسعار البوري من 85 ل 115 جنيه. طبعا الأسعار دي طبعا بتزيد بعض الشيء على حسب المنطقة، لكن هناك استقرار في أسعار الأسماك. وعلى فكرة ده موسم إنتاج السمك، يعني موسم انتاج السمك اليومين دول، طبعا فصل الشتاء بيبقى الفصل اللي فيه المزارع بيبقى فيها اسماك كتير، البحر بيبقى كمان بيبقى الانتاج او الخروج، يعني كميات السمك بتبقى بشكل اكبر من الصيف. واللي عايز بقى يشتري عشان كل سنه طيبين وبعد بكره ولا حاجه راس السنه يبتدي ينزل ويخزن من النهارده. أما عن الأرصاد الجوية فبدء المنخفض الجوي ومن امبارح وفي أمطار على كافة الأنحاء في الجمهورية وبرودة بعض الشيء وأمطار متفاوتة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على بعض المناطق. تعالوا نشوف مع بعض درجات الحرارة. ومن درجات الحرارة لزيادة الحد الأدنى للمعاش اعتبارا من الأسبوع القادم، طبعا مع السنة الجديدة يتم رفع الحد الأدنى للمعاش من 1700 جنيه، يبقى الحد الأدنى 2000 جنيه لأجر الاشتراك التأميني ليكون رفع الحد الأدنى تنفيذا للقرار. وكما تم رفع الحد الأقصى من 10900 جنيه ل 12600 جنيه. تعالوا نفهم أكتر ونعرف أكتر من خلال أستاذ إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أستاذ إبراهيم لو حضرتك يعني تقول لنا عن رفع الحد الأدنى للمعاش اعتبارا من السنة الجديدة. هو سنويا الحد الأدنى للمعاش بيترفع بنسبة 15% من قيمته. أي. في يناير من كل سنة. تمام. فهو دلوقتي بالرفع الجديد هيوصل 1300 جنيه. 1300؟ ده ملوش علاقة باللي هم على المعاش حاليا. مش هستفيد منه حاجه، ده بيعمل الناس اللي خارجه وتسويت معاشها تبقى اقل من الرقم ده تكبر الرقم ده. طب يا فندم هو انا الخبر اللي قدامي بيقول ان التامين الاجتماعي التامين الاجتماعي بيبدا من 1700، ده ملوش علاقه بزياده ده ملوش علاقه. التامين ده الاشتراك، ده الاشتراك. لكن احنا الحد الادنى للمعاش 1300. 1300. طب والناس اللي هي بتقبض معاش ده مش هيفرق معاه في حاجه؟ لا لا لا، اللي بيقبض معاش بيستفيد في شهر 6 اللي هو بقى 4 دلوقتي. ايوه شهر 4 اللي بياخدها. يعني اللي بيقبض معاش بالشكل العادي عشان ما يسمعناش فيفهمنا غلط، مش المعاش مش هيزيد بكره. بص باختصار ما فيش اي زياده للمعاشات، هو رفع الحد الادنى. الناس اللي معاشها اقل من 1300 تبقى 1300. تمام. انا يبقى انا عشان اكد وحضرتك معايا، الناس اللي معاشها اقل من 1300 بيقبض 1000 1100 1200 ده بس اللي هيستفيد، هيبقى 1300 كحد ادنى. لكن الناس اللي بتقبض اوريدي معاش مش معاشك 2000 جنيه الشهر الجاي هتلاقيه 2200. لا لا مفيش اي زيادات للناس دي خالص. انا بشكرك جدا 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 استاذ ابراهيم ابو العطا امين عام نقابه المعاشات. دكتور مدبولي بيشهد توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية في الشرق الأوسط، و
طبعا الصناعة زي ما بنأكد أن الصناعة عنصر مهم جدا في دفع الاقتصاد المصري لقدام، لا تقدم دون صناعة قوية. دكتور مصطفى مدبولي بيشهد توقيع أكبر مجمع لصناعة الأغذية في الشرق الأوسط عن التعليق على هذا الخبر. بيشرفنا أستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء. أستاذ حسن أهلا بحضرتك. صباح الفل. ايه حكايه يعني انشاء اكبر مجمع للاغذيه في مصر؟ يعني حضرتك عارف يعني اهتمام الدوله المصريه طبعا بالقطاع الخاص، وهو وثيقه سياسه ملكيه الدوله. يمكن كل التوقعات التي تمت بالامس بتسير في هذا الاتجاه. لو تحدثنا عن هذا التوقيع بالنسبه للحاصلات الزراعيه، اكبر مجمع زي ما حضرتك تفضلت لصناعه الاغذيه الزراعيه بالشرق الاوسط، هيتم طبعا دي يمكن بتكلفه حوالي 300 مليون دولار، ولكن 300 مليون دولار دول جايين من الخارج مش من على أرض الدولة المصرية، أي استثمار يعني أجنبي عشان طبعا ما يضغطش على الدولار اللي هو موجود. ده زي ما تم التأكيد بالأمس في التوقيع. هذا المجمع هيتم إنشاء 5 يعني مصانع في مدينة السادات، هذه المدينة الواعدة بالنسبة لكافة الصناعات. وده بيأكد اهتمام الدولة المصرية طبعا بعملية تأمين الأمن الغذائي وما لذلك، وجود مثل هذه المصانع سواء بالنسبة لمصانع يعني مركزات البرتقال والطماطم والفواكه، وكذلك بالنسبة لاستخلاص زيوت الموالح والتجفيف بالتبريد. يمكن هذه المجمعات يعني بتضم حوالي أو بتوفر فرص عمل لا يقل عن 7000 يعني فرصة عمل، وغالبا هناك حوالي 80% من هذه المنتجات هيكون للتصدير، والعشرين طبعا في المية هيكون للإنتاج المحلي. ولكن هناك تكنولوجيا عالية بالنسبة لي مثل هذه المصانع، وما لذلك زي ما تحدث أحد يعني رؤساء مجالس الإدارة في هذا التوقيع يعني. نعم تمام، أنا بشكر حضرتك جدا، ومزيد يا رب من التقدم للصناعة في مصر. أستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بشكر حضرتك. وعن أخبارنا، الضرائب بتطالب المنشآت بتسجيل جميع فروعها لتيسير إصدار الفاتورة الإلكترونية. حضراتكم عارفين دلوقتي إن إحنا الضرائب ماشية بما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، لعدم يعني الفاتورة الإلكترونية هي تأكيد يعني لحق البلد، وإن صعب جدا إن حد يقدر يتجاوزها أو يتلاعب بيها، فبتطالب كل المنشآت اللي عندها فروع بتسجيل فروعها عشان يبقى إصدار فاتورة إلكترونية موحدة للشركة بأكملها. وبتقول إن عدم تسجيل الفروع ده يعد مخالفة قانونية في هذا الأمر. كمان من أخبارنا النهاردة، و بيتكلم عن إجراء التحويلات، قلنا إجراء التحويلات المرورية، لكن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتحصلة من نشاط غسل الأموال لأشخاص لهم معلومات جنائية للقيام بمحاولة الشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. ووزارة الداخلية طبعا دايما بتضبط يعني أي مخالفات، خاصة لو في تجارة المخدرات أو الأسلحة أو ما إلى ذلك، وبقصد إخفائها مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وأظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. هي الفكرة غسل الأموال، إن بيبقى في ناس بتتاجر في أمور غير قانونية زي السلاح أو المخدرات أو حتى الآثار، فبيعمل إيه؟ بيعمل نشاطات تجارية، بعض اللي يبقى عنده يقول لك أنا عندي محلات وكده، فعشان لما يتقال الفلوس دي أنت جايبها منين؟ يقول لك ده نتيجة لنشاطي، أنا ببيع حاجات وببيع محتاجات، وهو لا بيبيع حاجات ولا بيبيع محتاجات ولا المحلات أصلا بتبقى شغالة، لكن ده بيبقى شكل يعني القصة يعني. وقدرت يعني تولت النيابة يعني الممتلكات اللي قدرت نتيجة غسيل الأموال بحوالي 70 مليون جنيه. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، وعندنا موضوعين إن شاء الله يكونوا مهمين لحضراتكم.
موضوع فيه ما نتكلم عن ازاي نعلم ولادنا الادخار، ازاي يعلمهم يحوشوا. زمان كانوا يجيبوا لنا حصاله كده ويقولوا لنا بحط فيها الفلوس، كنا نفرح لما نحط البريزه دي وتعمل صوت يعني. دلوقتي طبعا ما اعرفش موضوع الحصاله ده موجود ولا لا، بس ازاي نعلمهم يعني ايه فلوس ويعني ايه ادخار ويعني ايه ان الماده دي ليها ثمن، ما يبقاش هو الولد او البنت كل اللي يعوزه يطلبه فيحس ان الفلوس اصلا دي ملهاش معنى يعني. ازاي نعمل كده مع اولادنا، ده موضوع النهارده معانا. كمان الموضوع الثاني عن الافكار في العمليه التعليميه واللي بتحفز على فكرة ان انت يكون عندك بيئة نظيفة، ازاي يكون موجود ده في المناهج التعليمية بتاعتنا، نعرف اكتر بعد الفاصل.